هنسمع الدكتور اشرف عجلان. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اولا سعيد جدا بالاستاذ محمد عوض من اسكندريه، ويعني سعيد اكتر بجرأته ووضوح رؤيته. وانا عايز اضم صوتي واضيف لما تفضل به ان المجلس العسكري منذ ان طلب ان يفوض في تحقيق مطالب اهداف الثوره لم يخاطب الشعب المصري باسم الثوره، دائما يخاطبنا باسم الثوريه الدستوريه، ولم يخاطبنا باسم الشرعيه الدستوريه وليس الشرعيه الثوريه. النقطه اللي عايز اضيفها بس لكلام الاستاذ محمد عوض اللي هو جميل وواضح جدا، بعد 6 شهور من تنحي الرئيس السابق ليس هناك هدفا واحدا من اهداف الثوره اخذ طريقه الصحيح من وجهه نظر الثوار مجتمعين الى التحقيق. السؤال الى المجلس العسكري، لماذا؟ هل لا يفهم المجلس العسكري مطالبنا، او لا يريد تحقيقها، او هو يقع تحت ضغوط؟ نتمنى اجابه. شكرا. مين اللي اتفضل. تصحيحا لهذه المعلومه، ان يوجد داخل الاعتصام 275 مضرب عن الطعام، وتضامنا معهم سننضم اليهم يوم السبت باذن الله. بعدين جنب المعلومه دي ان هناك اعتصام جاري الان في شرم الشيخ لدخول مستشفى شرم الشيخ لاحكام السيطره عليه. الاستاذ محمد الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول قبل كل حاجه، انا يمكن فرحتي زايده ان انا في ميدان الابطال النهارده مش في ميدان اسكندريه. الحاجه الثانيه يمكن هفاجئ بيها حتى بتوع اسكندريه، ان انا بعد ما اجتمعت مع بتوع القاهره هنا وبعد ما اجتمعت مع بتوع اسكندريه وقعدت صور، طبعا صور، انا اسف صور ميدان التحرير وصور سعد زغلول، انا ليه راي مختلف عن اللي بيحصل كله دلوقتي. انا رايي ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا. طول ما المجلس العسكري موجود في الحكم وطول ما هو ماسك الحكم، احنا لا هنحاكم الناس ولا هناخد حقنا احنا، ولا الثوره دي هتنتهي. فانا كان رايي، وده رايي الشخصي على فكره، ولسه ما كلمتش حد فيه في اسكندريه، ان انا اقوم بجمعه للدستور. الدستور لو اتعمل الاول وجالنا مجلس شعب كويس وجالنا رئيس جمهوريه ايا كان مع الضغط الشعبي اللي موجود، صدقوني الناس كلها هتتحاكم والناس كلها هتاخد حقها، لان غصب عنه مع ضغط الناس اللي في الشارع ومع وجود الناس كم بتاع المعتصمين اللي انا شايفه، هو ممكن يكون صغير وممكن ما نكونش العدد اللي كنا فيه ايام 10 و11 فبراير، جميل، بس انا بقول لكم والله طول ما المجلس العسكري موجود وده هو العقبه الوحيده دلوقتي قدام الثوار، فرجاء انا ما اعرفش الكلام ده وصل لكم بهذا المعنى، بس انا رايي ايا كان رئيس الجمهوريه الجاي مع الضغط اللي موجود دلوقتي، صدقوني لازم يحاكم الناس دي، وصدقوني هيحاكمهم كويس جدا. شكرا. طبعا احنا اكتر سعاده بسماع اصوات سائرين اسكندريه، وكان يغيب عنا ابطال الثوره حقيقيين، ابطال السويس. كلنا معانا الشهيد الحاضر الغائب، شهداء ثوره 25 يناير. كلمه دلوقتي مع الاستاذ اشرف حافظ، ده على فكره من ابطال المصابين في. السلام عليكم ورحمه الله. اولا انا باسم مصابي الثوره وباسم مصابي القاهره برحب بالاخوه الاسكندرانيه. احنا امبارح الحمد لله قدرنا ان احنا نستقبل وفد منكم من اسر الشهداء والمصابين، وعملنا وقفه احتجاجيه قدام مجلس الوزراء، وقدرنا ان احنا
معونة من الله سبحانه وتعالى ان احنا نقدر نوصل طلباتهم للسيد عصام شرف علشان نقدر نحل بعض من مشاكلهم. تصديقا على كلام الاستاذ محمد، فعلا احنا سايبين جذور القضية ومسكين في فروعها. جذر القضية بيقول ان المجلس العسكري لم يحمي الثورة ولكن حمى النظام السابق حسني مبارك واعوانه. دي حقيقة لا يختلف عليها اثنان، والدليل القاطع على ذلك مرور 6 شهور لم تتغير فيها حتى الاسلوب، ما تغيرش المنهج نفسه، السياسة ما تغيرتش بتاعة الحكم. مش محاكمات ولا بتاع، المحاكمات مش اكتر من مسرحية هزلية واحنا كلنا عارفين الكلام ده. طب ازاي ان احنا نفعل بقى الكلام ده؟ ده السؤال اللي احنا لازم نسأله نفسنا. نبدأ منين؟ اولا لابد ان احنا نبدأ من المجلس العسكري نفسه. المجلس العسكري احنا لابد ان احنا نفرق ما بين الجيش وما بين المجلس العسكري، دي نمرة واحد، وده على مستوى القاعدة مش على مستوانا احنا كصغار مستقلين او ائتلافات او احزاب. لكن اللي احنا عايزين نقوله ان لابد من وجود مجلس قيادة للثورة، لابد من وجود مجلس قيادة للثورة، وإلا سيتفرق دمنا بين القبائل ويذوب هباء. ودي حقيقة كلنا ملاحظينها، ودلوقتي النائب العام بيلعب على المنطقة دي بدليل انه فرق القضية. يعني انت شايف ان الانتخابات الجاية زي ما الاستاذ قال ممكن تجيب لنا رئيس؟ لا 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 لا، دي ده انا ده هزل بهذا الموقف، ده هزل بالنسبة لعملية الانتخابات. عفوا 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 عفوا، موضوع الانتخابات اكتر، موضوع الانتخابات مش اكتر من غزوة السنة دي. يعني في التشبيه ما يزيدش عنها ولا يقل، هو عملية تفرقة افكار وتشتيت للعناصر المتحدة مع بعضها وان كانوا حتى المستقلين، عشان كلنا ننتبه ونخش في حوارات جانبية وتنحرات على اسماء وعلى اشخاص معينة، وبالتالي تنتهي القضية وتتموع وتموت وينتهي الكلام على كده. لكن احنا مصرين على ان احنا نمسك جذور القضية مش في فروعها، وقلنا جذر القضية هو المجلس العسكري بالتواطؤ بتاعه، مش بالتواطؤ بس، ده تواطؤ وتخاذل ايضا واشتراكية في تلك الجريمة اللي تمت سواء في ميدان التحرير او في جميع ميادين مصر. والدليل على كده، والدليل انه متواطئ ومشترك في الجريمة، موقعة الجمل. لو حضراتكم كنت حضرتوا معنا موقعة الجمل مع الناس اللي متواجدة ده، كنت هتشوفوا الناس العسكريين اللي كانوا واقفين المفروض ان هم بيحموا الميدان، كانوا بيفتحوا للناس اللي جاية، الوفود اللي جاية بتاعة الثورة المضادة. احنا في اسكندريه نفس اليوم، لا قبليها بيوم مباشره، احنا كان عندنا نفس اللي كان بيحصل عندكم هنا بس في محطه مصر، نفس السيناريو بس احنا عارفين بقى مين بالظبط اللي كان خالد خيري ومحمد مصلحي، ودول اساسي يعني. والجيش فتح برضو نفس فتح. عفوا، هي مش اكتر من خطه ضعيفه لانسان فكره ضعيف، يعني حتى اللي فكر فيها فكره ضعيف جدا، لانه ما يعرفش ان هو بالتالي يعني بالطريقه ديت قدر ان هو يحشد الناس ضده اكتر ما كان بيحشدهم معاه، اللي هي الفئه الصامته اللي احنا بنقول عليها. فالقصد ان احنا لما نرجع تاني للمجلس العسكري ونقول ان احنا محتاجين مجلس قياده الثوره، فعايزين نعرف الاليه يعني نتناقش فيها دلوقتي حاليا، الاليه اللي احنا ممكن نفعل بيها او نختار بيها مجلس قياده الثوره. اولا طبعا يعني الحديث ممتع وهنستكمل الحديث، بس نرجو عدم المقاطعه وعدم المداخلات. كل منا اخر الكلمه وعبر عن نفسه، وارجو عدم المقاطعه على الاخرين. الكلمه مع الاستاذ عمر جمعة. السلام عليكم. عمر جمعة من الاسماعيليه، وفي التحرير من اول ايام التحرير. انا شايف، انا من وجهه نظر البسيطه جدا، اللي احنا لما ابتدينا نتجه كلنا للسياسات احنا ضعفنا، ما عادش عندنا الحماس بتاع الثوار، احنا هنا ثوار. لما كنا ثوار كنا بناخد قرارات في نفس الوقت، هنروح ننفذ بننفذ، بنحرق. لكن دلوقتي للاسف احنا جايين ثوار في مدينه تحرير، يا يعني ناخد خطوه ايجابيه بمعنى ثوريه اللي احنا بنطلبها من الوزاره، مش عايزين نحققها. احنا بنطلبها من الوزاره وناخدها من العالم دي اللي هم ثوريين. احنا لغايه دلوقتي سياسيين، كلنا كده بنتعامل سياسيين. انا من رايي ناخد لما نتجمع خطوه اساسيه، حتى لو راح فيها شهداء، احنا جايين هنا شهيد، انا جاي شهيد. فحضراتكم انا شايف من نفسي يعني احنا لما ابتدينا نهتم بالسياسه والاحزاب ونتكلم على مش عارف الدستور ونتكلم على عصام شرف، احنا
هدينا شويه مستنيين بقى ايه هنفذوا مطالب ايه مستنيين هنعمل ايه طب هنعمل ايه احنا بقينا كاننا بنشحب منهم لكن هي عاوزه خطوه ايجابيه هنعمل ايه يبقى هنعمل ايه شكرا